Huzur 7. بسم الله ما شاء الله، دي ماكينة عصر الزيت العصر البارد. ان شاء الله الليلة حيكون في شرح لتركيب وتشغيل المكنة ان شاء الله. تفضل اخي يونس. اولا ماكينتنا طريقة العصر البارد، يعني ما تعمل اي حاجة على البذور قبل تعصر، تكب من الخزنة تعصر مباشرة. عصارة وتنغلي البذور يكون مع بهذه القطعة، بذور يدخل من هنا يتنقل على القدام، بعدين يتواجه الضغط مع هنا وهكذا يطلع الزيت من مكان والمخلفات من مكان. تركيب الماكينة هذا المطحنة الذي أهم الحاجة يعصر البذور، يجعله العصارة هكذا. نركب كده بعد شوية أشرح تفصيلية. بذور يدخل من هنا كبذور، هنا يصير مثل الورقات، هنا يصير عجين، يطلع المخلفات من هنا، ينزل زيت هنا، هنا يدخل كما قلت بذور بحبات، ما في تعمل أي حاجة، ولكن كلما يمر قدام يتواجه الضغط، مسافة هنا وهنا مش نفسه، هنا أكثر، كلما يتقدم يكون ضيق مليمتر، حتى حينما يجي بذور هنا يصير مثل الورقات، لا يبقى كمثل بذور، بعدين يتوجه على الرأس. يصير عجين. طبعا كيف نسكر، كيف فرجي لكم، هناك في قطعة يدخل على الريدكتور، انا ادخل هنا في مسافة، فرجي استاذي بخفرها، بدخل هنا، اذا حاولت مثلا كده لا استدين يدخل، سأعمل هكذا وادخل مباشرة مسافة الفاضي عند هناك، انما دخلتم اتأكد الذي وصلت على النهاية، اذا تركت المسافة لا يكون مشكلة، ولكن بذور يعني يعصر بطاقة السكر مش موتور، يعني طاقة يكون على المطحنة مش على الموتور. تفصيلية بسيطة. طيب على اتجاه هكذا هكذا كيف اعرف؟ الذي في لازر اوبن كلوس يكون اتجاه وراه، كمان اذا حاولت ما يستطيع يدخل كده كثير. طيب على اليمين شمال كيف اعرف؟ هناك يوجد اشارات الى اي اتجاه تفتح والى اي اتجاه تسكر، هناك يكون كلوز على اتجاه كذا، احافله لفت، الاسنان على الاسنان يمسكه هكذا باليدوي اسكر حتى الى النهاية. تستطيع ان تفكون الماكينة وتسكرون يدوي، بس في النهاية نستخدم الشاكوش. طيب سكرت على النهاية على يدوي، بعدين على المفتاح هو بدأ هكذا، مش ضربات شديدة، ضربات بسيطة هكذا بكفي، ما في اكثر من ذلك. لما سكرنا اعرف مثلا سكر في النهاية، في النهاية بضغط المطحنة شوية يكون خارج الغطاء، اني متأكد انه مطحنة دخلت على داخل كاملة. بعدين سأضع على الرأس، رأس كمان على اليمين شمال ما في شيء، تم عكس عكس الوراء، هناك اوبن على اتجاه اللفت، الان يمين رايت كلوز، حينما مسكت اسنان يسكروا هكذا. على قدرة اليد سكرت على النهاية، بعدين سأفتح أضرب مع المفتاح. الآن سكرنا ماكينة كاملا، نتأكد نشغل الفادي، هل سكرنا وهل يشتغل سيستم كامل. افتح امرجي ستوب وشغل الماكينة، درايفر جاهز، اذا هنا عملنا ستارت يشتغل. انا بعرف انه مطحنة يمر، استطيع ان اعرف من الوراء كما ترون يمر، وكمان استطيع ان اعرف من الخزنة
يمر على القدام انه صحيح. ستوب ستارت ستارت ستوب. الان ركبنا الماكينه ونعمل ستارت. كيف نعمل ستارت؟ نغفل الماكينه، نغفل الالكتريك حتى نركب حلقه التسخين. حلقه التسخين يفيدنا فقط عند مخرج المخلفات، مخرج البذور. هكذا نعمل. عنده ستاندرد، يعني ما تستطيع تركب العكس. عنده 5 اسنان، اسنان على الاسنان تركبه هكذا، بعدين تسكر هكذا. ولكن ماكينه غفلته كما تعرفون، اولا بغفل الماكينه بعدين بركب، لانه هذا يسخن كمان. افتح مسمار وداخل على هنا، بعدين بسكر حتى يمسك. ركبنا حلقة التسخين الآن يدوي. هذه المفاتيح كله نرسله مع الماكينة. طيب انا متاكد انه مركب. الان افتح الامرجنسي ستوب، يعني الكتريك يجي على الماكينه. حينما اوت النور يطلع عند اوت انه يشتغل حلقه التسخين نستطيع نعرف. طيب اعمل كنترول يدوي انه شوي ساخن. طبعا بعد شوي لا نلبس هذا الغطاء، مضر على يسبب احتراق. درجة الحرارة نستطيع نعمل كنترول من هنا حتى الى اشد 400. طبعا 400 درجة الحرارة عند الراس كثير جدا. ماكينة العصر البارد ستاندرد يكون راس 100 درجة الحرارة. اكسرية البذور حبة سوداء، سمسم، فول سوداني، يكون درجة الحرارة عند حلقة التسخين يكون بالمية. طبعا هذا درجته يكون 100، يعني عند المخرج درجة الحرارة 100، ولكن مخرج درجة الحرارة تزيد يكون ماكسيموم 28، 25، 23. تحت الثلاثينات معتبر عصر بارد. حينما شغلنا الماكينة عملنا العيار 100 وننتظر. ننتظر تقريبا 3-4 دقائق حتى يكون ماكينة جاهز للستارت. كيف نعرف انه جاهز للستارت؟ حينما بدأنا حلقة التسخين يشتغل، هذا القطع الراس يكون شوية ساخن. نعمل كنترول عند هنا، هذا الذي مكان الذي ينزل زيت. هذه نشوف هنا شوية، إذا نشر حرارة مثل كوباية الشاي، إذا يكون شوية حار بعد 5 دقائق أنه جاهز للستارت. حينما يكون جاهز ستارت نضع فانل خزنة البذور، نضع على هنا، نكب البذور، بعدين نعمل ستارت. حينما يكون ستارت يبدو بذور يدخل من هنا، يمر من هنا، يصير هنا ورقة. هنا حينما لبس الحرارة يكون مثل العجين. هذه الضغط يخرج من هنا مخلفات البذور، ينزل قطرات الزيت هنا قطر هكذا. نستطيع نعمل كنترول السبيد، سرعة الماكينة. تعمل كنترول من هنا ماكسيموم 50 هرتز. النورمال كم؟ نورمالي 18-20-25 هرتز على حسب البذور، والنورمال يختلف على حسب البذور والفائدة الذي أنت تريد. إذا تريد مثلا السمسم، للسمسم 25. إذا تقول أنا عندي وقت 250 25 هرتز، يعني دورة الموتور 25.
25.0. إذا أنت لست مستعجل 25 جيد، إذا أنت مستعجل تريد كاباسيتي كتير نورمال على حسب هدف الإنتاج 35 هرس يكون مناسب. وبالنسبة للحبة السوداء وكما نرى، نرى هنا السرعة كيف يكون هكذا. حبة السوداء إذا تريد ماكسيموم استفادة، لا تريد تخسر ولا 1%، مثل السمسم 25. في بعض الناس يشغلون 17 هرس ولكن يكون بطيء جدا، يكون مثل الحشب يطلع المخلفات، لا تخسر ولا 1%، ولكن يكون كاباسيتي يكون قليل جدا. نورمالي 25-35 هرس. بذور الأكل حبة سوداء سمسم في السودان هكذا ترى سبيل. عندك فقط كوكونات يعني جوز الهند نشغله بماكسيموم سبيد ومينيموم حرارة، لأنه جوز الهند أبدا يكون إذا لبس الحرارة